Hello my 10th grade students. Here is your teacher Mrs. Rania Al-Safadi. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يسعدني ان التقي بكم مجددا طلاب وطالبات الصف العاشر. Today we are going to continue with unit 3 but to move to period 6. سوف so نبدا بالدرس السادس في هذه الوحده. Our title today is Collocations. Verb noun pairs. ايش يعني؟ تعالوا نشوف. In this lesson, we are going to أهداف درسنا Match pairs of collocations نوصل الأجزاء تبعتها أو الأزواج Use collocations correctly in sentences ونستخدمهم صح في داخل الجمل كلمة صعبة إيش يعني؟ نشوف What is a collocation? إيش يعني؟ Look here at this picture Go swimming Go swimming Two Do homework لاحظ الكلمتين do homework make a cake make a cake play football play football so all of these are collocations so a collocation إيش يعني collocation is two or more words يا بيكونوا كلمتين أو أكثر مجمعين جنب بعض بينهم طبعا space that often go together these combinations just sound write to native English speakers اللي بتحدث باللغة الإنجليزية بيكون معناهم صحيح يعني فيش في مشاكل who use them all the time بيستخدموه طوال الوقت بحسوا أنه معناه صحيح on the other hand other combinations may be unnatural and just sound wrong أحيانا في كلمتين بيكونوا جنب بعض بالنسبة للمتحدثين باللغة الإنجليزية بحسوها مش مزبوطة كيف؟ تعال نشوف هذا المثال Here, Natural English يعني الإنجليش طبيعي بنسمعه احنا Unnatural English احيانا بتفوت عليها كلمات معينه. For example, من الطبيعي ان الواحد يقول the fast train, the fast train قطار سريع بس لما نسمع كلمة the quick train بنحسها غلط. يعني مع انه كلمة fast سريع وكلمة quick سريع لكن the fast train متعودين عليها مش زي كلمة the quick train تركيبة بحسوها غلط اوكي؟ على عكس الكلمة الثانية a quick shower a quick shower نعتبرها إشي نورمال طبيعي يعني دش سريع دش سريع مش زي لما نحكي a fast shower نحسها غلط يعني اللفظ أو أو كلمة مش راكبين على بعض على بعض so زي هيك بتكون الكليكيشنز كلمات أحيانا بتكون noun فيرب verb, verb noun adjective adjective adverb زي هيك بيكونوا كلمتين جنب بعض وبيعطوا معنى تاني معنى معين أوكي ناخذها من الدرس تبعنا. Let's start with، احنا نتكلم فقط في درس اليوم عن verb noun أزواج مكونة من فعل واسم. verb noun. Let's take this word. go. جو معناها يذهب. لما أنا بدي أحط جنبيها كامب لحالة معناها يخيم. لكن هنا بتصير جو camping، الذهاب للتخييم. يعني بعمل مخيمات. go camping حطيت camping هنا عشان تحول إلى اسم بنسميها جيراند إحنا go camping اسم الفاعل ذهاب للتخييم وبنستخدم go لأنه أنا بروح من مكاني إلى مكان آخر عشان أخيم مش معقولة يعني أخيم في البيت لا بروح مثلا على lakes البحيرات فورستس uh, forests الغابات نخيم هناك so also we have go swimming go swimming يذهب للسباحة مش يذهب يسبح go swimming يذهب للسباحة يبقى بنروح وين نسبح من المكان اللي احنا فيه ننتقل الى مكان اخر الى الشاليه مثلا الى شاطئ البحر go swimming next we have the word do do يفعل وهنا بدنا اشياء مرتبة for example do cooking يفعل الطبخ يعني يؤدي الطبخ طبعا الطبخ أساساً ما بينحط نحط كل الاشياء مع بعض لا نحط إشي قبل إشي يعني معناته ايش محتاج محتاج ترتيب في الاشياء ما يحط احط اللحمه والرز مع بعض واشياء زي هيك لا بنرتب الاشياء واحده ورا الثانيه ايضا دو homework الواجب يفعل الواجب يؤدي الواجب الواجب ايضا له خطوات للحل سواء كان رياضيات لغه انجليزيه ايضا له خطوات 3 Let's move to play. لما نتكلم عن play معناته يلعب. طيب بماذا يلعب يعني نستخدم ايش بالضبط عشان نلعب؟ play football for example هنا بنستخدم اللي هم الاطراف العلويه او السفليه في كلمه play. فلما نتكلم عن play football معناته استخدمت الاطراف السفليه اللي هي الارجل والحارس بستخدم الاطراف العلويه. play football also play the guitar هنا استخدم الاطراف العلويه اليد play the guitar. إذا أخذنا ثلاث كلمات ثلاث أفعال مع الأسماء الخاصة فيها نبدأ الآن في الكلاسيفاي نصنف الكلمات حسب فهمنا هل هي مع go, do ولا مع play Let's classify the following verb noun pairs نشوف We have camping, flower arranging, photography, rugby, tennis, rafting, art, basketball, climbing, climbing homework, running, the guitar نعمل تصنيف ناخذ بالاول اول اربع كلمات first we have camping اللي هو التخييم after we put do يفعل go يذهب play يلعب طيب كلمة camping يا ترى اللي هي التخييم تروح مع مين؟ well done go camping يذهب للتخييم what about flower arranging ترتيب الورد ايش بده بالضبط do ممتازين do flower arrangement arranging فوتوغرافي فن التصوير هل يحتاج الى ترتيب هل يحتاج الى ذهاب مكان الى اخر ام يحتاج لاستخدام ايدي يحتاج الى دو دو فوتوغرافي ليش لانه مش اي صوره بتاخديها بتكون صح مش مين ما بيصور بيكون بيصور إله اساسيات وين نحط الكاميرا على اي جهه بالضبط نوقف من وين نصور لوين عشان ما يكونش في قطاع للتصوير The last word is رجبي اللي هي رياضة كرة القدم الأمريكية. ويل دن، إكسلنت، بتروح مع بلاي، بلاي رجبي. نكمل اللي بعدهم. وي هاف تنس، رافتينج، آرت باسكت بول. التنس. إكسلنت، إكسلنت، بلاي تنس، بلاي تنس. رافتنج اللي هي البحار بالزوارق اللي هي المنفوخة هذه القوارب. رافتينج. جو rafting ما انا ابحار بالزوارق بالبيت بنروح على مكان تاني على الانهار فور اكزامبل ارت الفنون الفنون ايش بدها بدها ترتيبات سو دو ارت دو ارت وات اباوت باسكت كره السله ممتازين سو باس بلاي باسكت بول بلاي باسكت اخر جزئيه عنا او اخر كلمات كلايمينج التسلق وين بيكون Excellent. So go climbing. Go climbing. Then we have homework. ماذا يحتاج الواجب؟ Well done. So do homework. يفعل الواجب، يحتاج إلى ترتيب. running الجري يحتاج إلى مساحات عشان نجري فيها. So من مكان إلى مكان آخر. So go running. Go running. And the last one the guitar. Excellent. So play the guitar. يلعب الجيتار. Here we have finished about do, go and play سؤال عنا Are there other verb, noun, verbs في عنا كمان أزواج من الأفعال والأسماء؟ Yes So let's start with number three Number three, four sorry Accept أنا في عند الفعل accept يقبل إيش ممكن الواحد يقبل؟ Look here Accept an idea ممكن أقبل فكرتك؟ ممكن لا also accept an order ممكن اقبل طلب طلبيه ممكن لا also we have lose يخسر ماذا قد يخسر الانسان او يضيع for example lose a phone بعيد الشر يعني لو ضاع الموبايل مصيبه so lose a phone يضيع الجوال او lose weight وهذا يا ريت يعني lose يخسر الوزن يفقد وزن what about the last word here make يصنع. ماذا يمكن أن تصنع؟ make a cake. make a cake. أيضاً make a design، تصميم. make a design. So we have finished about uh, the new verbs، أخذنا الكلمات الجديدة اللي هم make uh, accept و make and lose. يا ترى can we classify the new uh, the following verb noun pairs؟ نقدر نصنف هدول معاهم؟ نشوف. we have an appointment, a cake, an idea, an invitation, a match, a mistake, a person, a phone, wait. بالجدول الموجود عندي, we are going to classify according to accept, lose, make. نشوف مين بتيجي معاهم. Let's start with an appointment. الموعد ما بيكون موجود طبعاً وبالتالي أنا بدي أرجع بدي أعمل من أول وجديد. So make an appointment لانه كلمه make لا إشي بدك تعمله من البدايه من اول وجديد طلع منتج جديد طلع إشي جديد مش زي مثلا دو الدو عندي مثلا في دو هوم ورك الواجب موجود ولكن بدي اكتبه حسب ترتيبات معينه اوكي طيب سو وات اباوت كيك كيك سو also make a cake مش موجوده الكيكه بدي اعملها من اول وجديد وات about ان ايديا فكره Excellent، accept يا بقبلها يا لا. An invitation دعوة أيضا تقبل الدعوة. Accept an invitation. Let's continue the other words. Now we have a match مباراة، مستيك، غلطة. A person شخص، a phone، هاتف، weight، وزن. يا ترى كلمة a match مع مين بتروح؟ يقبل، accept، lose، يخسر، ولا make يصنع؟ Well done. Make lose a match يخسر مباراة. what about mistake الغلطه make a mistake لانه انت صنعت الغلطه من لا شيء الخطا اوكي okay. what about person شخص ممكن انا اقبل شخص accept a person ممكن لا ما اتقبله هذا موجود what about phone الهاتف sometimes you lose your phone so lose a phone طيب بالنسبه للويت الوزن excellent lose weight يخسر وزن Now let's take the exercise now complete the following sentences with verb noun person بنشوف إيش المعطيات الموجودة عندنا علشان نعرف نستخدمها من الكلمات السابقة اللي هي الأفعال السابقة. Now Tom prefers the old ways ما إنه بحب الطرق القديمة دائما بتعامل بطرقه القديمة. He takes a long time to the new ones. هنا في عندي معطيات في الجملة الأول إنه إنه بحب الأشياء القديمة ودائما يعني إنسان تقليدي وبالتالي عشان يتعامل مع أي شيء جديد بياخد وقت طويل إنه excellent ممتازين accept idea وقت طويل عشان يتقبل فكرة جديدة إنسان تقليدي تو I'm not very أنا مش كويس مش حس حالي مش منيح I'm going to to see the doctor في عندي الطبيب والانسان مش كويس يبقى شو راح يعمل مع الطبيب هذا الشخص ممتاز so I'm going to make an appointment ولاحظ انه الأزمة الموجوده عندنا لحتى الان present فيش عندي اي تغييرات في الافعال accept uh, make an appointment بدي اعمل موعد مع الدكتور اشوف موعد اروح على الطبيب نمبر 3 our team are doing well الفريق ماشي ماشي مزبوط 100% they haven't المره هذه في عندي have هاف ايش بتاخذ من دروس السابقه well done past participle all year طول السنه بما انه الفريق ماشي كويس ماشي كويس يبقى ايش ما عمل في عندنا في لم لم ممتازين they haven't lost a match حولت lose الى lost التصريف الثالث past participle لم يخسروا اي مباراه Four i'm 8 kilos too heavy وزني زايد 8 كيلو I really need to في كلمات هنا محتاجة أفعال verb noun per معين ممتازين في عندي 8 كيلوز زيادة في الوزن يحتاج إلى إيش برافو اللي هو lose بعد التو infinitive lose weight أحتاج أن أنقص من وزني after that I and went the wrong way الطريق الخطأ ولاحظ أن بالماضي went I had to go back and start again. يبقى إيش يعمل هان؟ في عندي معطيات went the wrong way يبقى هو made a mistake وحطيناها بالماضي ليش؟ صنع خطأ يعني عمل غلطة إيش هي الغلطة؟ راح على اتجاه الغلط مضطر إنه يرجع تاني من أول وجديد علشان يروح على الاتجاه الصحيح. And the last word here. I've to a party للحفلة إيش بيعملوا هان؟ On Saturday أو إيش هو بالنسبة للحفلة؟ but I'm not not enjoy it احتمال may not enjoy it استمتع فيها because I only know one or two other people who will be there شخص بعرفش إلا واحد أو اثنين بالحفلة بتوقع إنه إيش بالضبط مع إنه I've accepted an invitation فقعد ما انبسطش لا مع إنه بالرغم من إنه قبل الدعوة إلى الحفلة لكن احتمال ما ينبسطش كتير فيش ناس كتير بيعرفهم وغيرنا هنا للتصريف الثالث أنا في عندي have I've accepted So here we have talked about collocations وتكلمنا عن بالتحديد verb noun pers اللي هي ربطناهم مع بعض فعل والاسم بعدي وين بيجوا كيف بنستخدمهم وكيف وضعناهم بداخل الجمل we have finished our lesson today so I hope you have enjoyed our lesson for today. Thank you for watching and see you next time, inshallah.